إذن نواكب معكم هذه السلسلة ديال الأنشطة الداعمة إليكم هذا الفيديو الثالث. انتبهوا الله يخليكم، هنا مزيان. إذن أضع وأنجز ما يلي: لدينا عملية القسمة، إذن القسمة تتشكل لكم واحد الهوس، خصكم تدربوا من الآن فصاعدا على الطريقة ديال القسمة بلا ما تضيعوا الوقت ديالكم في الامتحانات. صافو كيفاش ديروا من القسمة بسرعة بدون تردد، خصكم تعودوا وتمرسوا عليها مزيان. المهم الخارج ديال هاد القسمة هادي هو 6.83، وتظن بأن أغلبية منكم حصلوا على نتيجة حسنة. إذن هنا لدينا أرسم شبه منحرف، نوريكم الطريقة كيفاش ترسموا شبه منحرف. لكن رديجا رسمت لكم هنا، نحاول نقلب عليه. تتذكروا معايا المثلث كيفاش ترسمنا المثلث؟ إذن أول حاجة رسمناها هي القاعدة، حيث القاعدة تتمثل 6 سنتيمترات، نحتو أ بي. ناخدو البركار ثم رسمو البي سي، تقريبا فيه 3 سنتيمترات. من بعد رسمو، ناخدو بركار ونعبرو قياس جديد، نديرو قوس ونلقاو هاد النقطة سي. إذا المسا هاد القوة هادي مضبوطة هنا، من هنا من السيل بي سي 3 سنتيمترات، ومن السيل أ سي 4 سنتيمترات. تتذكرو معايا هاد القاعدة ديال 120 الطول والنصف ديالو هو 60، إذا 120 في 60 يساوي 7200 متر مربع. مزيان. دابا كيفاش رسم شبه منحرف؟ خاصنا نعرف بأن شبه منحرف كاين هناك قاعدة صغرى وقاعدة كبرى. القاعدة الصغرى تقريبا 3 سنتيمتر، والقاعدة الكبرى 7 سنتيمتر، وعندنا واحد الزوايا. نحن معايا الزاوية هنا، تبدو بأنها متقايسان. هنا زاوية منفرجة وهنا زاوية حادة. الزاوية الحادة تقريبا أقل من 90 درجة، والزاوية المنفرجة أكبر من 90 درجة. إذن أول شيء رسموه هو القاعدة كيف ما اتفقنا، تقريبا القياس ديال هاد اف، القياس ديالها تقريبا 6 سنتيمتر. عبرنا اف تساوي 6 سنتيمتر. إذن أول شيء ارسم هاد اف ونشوف النصف ديالها، وندير واحد القطعة اللي عمودية على هاد القاعدة او اف، تتسمى ارتفاع 4 سنتيمتر. ثم رسم واحد هنا واحد العمودي عليه هو يكون النصف ديالها، يعني 3 سنتيمتر تكون تقريبا 1.5. هنا من رسم هادشي باش نلقاد هادشي، ناخد المنقلة وندير القياس ديال الزاوية ديالي، هادي المهمة 70. ونفس المسألة هنا ندير 70 تاني، نفس المسألة. أنا هنا الزاويتين متقايسين. إذن سوف أعيد. إذن أول شيء خاص نقوم به هو رسم القاعدة، خاص تكون تقريبا 6 سنتيمترات. ناخد المزوات ورسم هاد العمودي على هاد اف، تقريبا القياس ديالو 4 سنتيمتر. خاص نعرف بأن هاد اللي رسمت دابا هو الارتفاع ديال شبه المنحرف. من بعد نشوف، ندير هاد الزاوية هادي تقريبا، ناخد منقلة وندير هاد الزاوية هادي تتمر من هنا تقريبا 70 درجة، وهنا تقريبا تاهي 70 درجة. وعند التقاء هاد ناخد واحد المزوات كوس، كوس
وندير هنا العمودي على هاد الارتفاع هنا، ويكون في النصف ديالو، معناه 3 سنتيمتر يكون من هنا لهنا 1.5، ويكون هنا 1.5، يكون ديك العملية دقيقة مزيان. سوف أعيد مرة ثالثة حقيقة. انتبهوا جيدا. إذا أول شيء خاص نقوم به هو رسم هذه القاعدة. اف كل شيء متفق معك. 3 سنتيمتر، ثم ناخذ الكوس ونحاول ندير هذه الزاوية قائمة بقياس ديالها 4 سنتيمتر. نعبر مزيان باركار ولا مسطرة 4 سنتيمتر هنا، ونحدد هنا في هذه المسألة هنا بالطبس، وناخذ المنقار ديالي ورسم واحد الزاوية حادة تساوي 70 درجة هنا، ونفس القضية هنا تساوي 70 درجة هنا، باش يكون عندي شبه منحرف متساوي الساقين مضبوط 100%. من بعد رسم القاعدة الصغرى هنا، ويكون القياس ديالها، نحاول يكون القياس ديالها هنا 3 سنتيمتر، غير هادي تجي في النصف باش يكون عندي واحد شبه منحرف متساوي الساقين بحال الشكل هذا. جميل. إذا ننتقل الآن إلى التحويل. كيف ما قلت لكم شحال من مرة، على بغيتي تسرعوا في التحويل في الامتحان ولا أي مراقبة، وكنتوا فعلا حافظين جدول الجيل أطوال مزيان، إذا تديروا 234 ديكامتر ياك، تتحول الهكتومتر، هو الديكامتر أو الهكتومتر، 23.4 هكتومتر. شيء سريع، 123.16 متر تتحول الهكتومتر. إذن ها هو المتر، ها هو الديكامتر، ها هو الهكتومتر، 1.2316. وتديروا عملية الجمع تتحصلوا على هذا النومبر هذا، 24.6316 هكتومتر. إذا سوف أعيد لكي تستوعبوا جيدا، لكتو فعلا حافظين جدول ديال المتر بشكل جيد. تدير 234 ديكامتر تساوي 23.4، باردون 234 ديكامتر تحول إلى هكتومتر، ها هو الديكامتر، ها هو الهكتومتر، ديريكتومون 23.4، 123.16 متر بغيت تحول إلى هكتومتر، كيفاش دير الطريقة؟ التلاتة هادي شتمثل وحدات، تتمثل وحدة الهكتومتر، تتمثل باردون متر، إذن 3 متر، ديكامتر، هكتومتر، 1.2316 هكتومتر، تتقوموا بعملية الجمع، تتحصلوا على 24.6316، 24.6316. مزيان. أجي دابا نشوفوا المسألة. هاد المسائل خاصكم تفهموهم مزيان. كليك اشترى مومو والحفلات الزرابي المغربي لفرش أرضية قاعات في أفراح دون ترك أي فراغ. إذن شراء الزرابي، إذا علمت أن القاعة مستطيلة الشكل، هاي مستطيلة الشكل، إذا قاعة الأفراح بحالكم مستطيلة الشكل، طولها تقريبا 40 متر، وعرضها يساوي واحدة على يساوي ربع طولها، ربع طولها يلزمك 4 ال طول على 4، وانا 8 متر مربع، لان المتر مربع الواحد يساوي تقريبا 200 درهم، 200 درهم. اذا هو بغى يفرش هاد الارضية هادي مستطيل الشكل ديال قاعة الافراح بدون اي فراغ، معناه فرشة كاملة. إذا المتر ديال الطول ديالو تقريبا 40 متر، والعرض ديالو هو ال على سير كاتر. وخاصكم تفهموا بأن 8 متر مربع الواحد هو 200 درهم،
قال لي هنا شنو السؤال؟ قال لك السؤال احسب ثمن اجمالي، ده حساب ثمن اجمالي شحال يكلف هاد الشي كامل. اذا 40 على 4 تساوي 10، دي 40 متر، وهنا 10 متر. إذن أول نحسب هو العرض S حيث تساوي 1000 L. إذن عندنا L تساوي عندنا S سوغ L. وعندنا L تساوي 40، و L صغيرة تساوي L على 4 هي 40 على 4، وربعين على 4 تقريبا 20 متر. ها هو حصلنا دابا على العرض. فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ شنية هي الطول على 4؟ ما العرض ديالو عرضو يساوي ربع طول، ربع طول هذا مكان سيكات، تتاخد 40 تتقسم على 4 تتحصل على 10. إذن 10 متر ديال ال، إذن اس يساوي ال في ال، ال في ال معنى ديالها هي أن تعطيك 40 في 10. وربعين في عشرة هي تقريبا 400 متر، دي 400 متر كاري، 400 متر مربع هو المساحة ديال هذا المستطيل. إذا ولكن الثمن ديال متر مربع واحد ديال القاعدة الثلاثية، واحد متر مربع تساوي 200 درهم. إذا بغيتي تحصل على الثمن الإجمالي خاص دير القاعدة الثلاثية، معناها دير 400 في 200 مقسوم على 1. 400 في 200 راه تقريبا شي 80 ألف، 80 ألف ديال الدراهم، 8 مليون. هادي الطريقة غتفهم. بغيت تقراو المسألة مزيان، حاول دير خطاطة. عندك الطول وعندك العرض يساوي، العرض يساوي ربع طوله، ربع طوله طول ديال المستطيل، إذن ال سيغ كاطخ، و ال عندك ديجا هو 40. إذن أول حاجة خاصك تخرجها هو العرض، تدير الطول على 4، الطول هي 40 على 4، 40 على 4 هي 10، ال تساوي 10، إذن العرض تساوي 10 متر. ومن بعد شوف القاعدة خاصها S تساوي ألف ال. عندك 40 وعندك 10، تقوم عملية الضرب تحصل على المساحة، هذه تسمى المساحة، وتقول لك أن المتر واحد، متر واحد، متر مربع واحد يساوي 200 درهم. إذا القاعدة قاعدة ثلاثية، واحد متر مربع يساوي 200 درهم، 400 متر مربع تساوي كومبيان، تدير الطريقة الثلاثية، معناها 400 في 200 مقسوم على 1، فوالا تتحصل على 80 ألف درهم. إذا انتقلوا للفيديو الرابع والأخير من هذه السلسلة الأنشطة الداعمة في الأسبوع الأول الخاص بالتلاميذ المستوى السادس ابتدائي.